يلا السلام عليكم للإخوة والأخوات. إن شاء الله يكون صوت مليح عندكم، إن شاء الله تكونوا بخير. وعليكم السلام الأخ عبدو، أخ خالد، سمير، ربي يحفظك الأخ سمير، أنيس، إن شاء الله الأخ أنيس. إذا كان الصوت راهو مليح، أوكي. إذا إن شاء الله نبدأ في المداخلات الآن. التعليقات مانيش نشوف فيهم. الإخوة والأخوات تحياتي لكم جميعا في الداخل، والإخوة اللي موجودين في الخارج. نحن الآن أمام أمر واقع، نحن الآن أمام واقع جديد من خلال استلام عبد المجيد تبون المهام نتاعو كرئيس. بطبيعة الحال الكثير من الناس اللي هما يسألوا، ومن حقهم ذلك، كاين الناس اللي هما كانوا يتمنوا على جال باش يكون رئيس حقيقة يتمتع بإرادة شعبية كاملة اللي هي تسمح له على جال باش هو يأدب بعض الناس اللي هما أهانوا الشعب الجزائري، بعض الناس اللي هما داو الثروات نتاع الشعب الجزائري، وكانوا يتمنوا على جال باش يكون رئيس شاب يتمتع بلياقة بدنية معتبرة. كانوا يتمنوا على جال باش يكون هناك رئيس عنده مستوى لبس به، إلى غير ذلك من المسائل. بطبيعة الحال الطموحات تختلف من جهة إلى جهة، من منطقة إلى منطقة، من مجموعة إلى مجموعة. كاين الناس اللي هما راهم مثلا عندهم هما توجه إسلامي، ماذا بهم باش يكون الرئيس إسلامي. الناس اللي راهم علمانيين، ماذا بهم باش يكون الرئيس علماني. الناس الوطنيين، ماذا بهم باش يكون رئيس وطني، إلى غير ذلك من المسائل. درك هذا الحراك مثل ما قلنا لكم في بداية نتاعو، قلنا لكم بلي لابد من تأطير الحراك، وهذا الناس اللي هما يكونوا في التأطير تاع الحراك يكونوا ناس اللي هما معروفين بالنضال تاعهم، ويعرفوا الألاعيب تاع النظام، ويعرفوا المخططات تاع النظام. ولكن للأسف الشديد منكم لا سيما من الشباب، وان شاء الله هذا الشباب هذو ان شاء الله نزيد ندير بلك مداخله او مداخلتين، يعني مخصصه للشباب هذو اللي ما عندهمش هما تجربه، وينساقوا وراء العواطف، ينساقوا وراء الشعارات، ينساقوا وراء هكذا ما يردده الناس، وبالتالي حتى تصير عندهم تجربه وفيما بعد يفيقوا، ولكن يفيقوا رطار. كنا منذ البداية كنا نقول لكم من أنه لابد من تأطير هذاك الحراك، لأنه لما يكون الإطار الحراك مؤطر ويكونوا أشخاص اللي هما عندهم ثقة، ناس مناضلين، ناس يعرفوا النظام، يعرفوا التركيبة نتاعو، بالتالي هما راهم رايحين باسم الشعب، راهم رايحين هما يدخلوا في مفاوضات مع النظام ولا مع رؤوس نتاع النظام من أجل فرض واقع على النظام ولو بنسبة نتاع قال 50%. ما نقولوش حنا 100%، لأنه باش انت تغير نظام متجذر، نظام يمتلك أرمادة من الإعلام، ويمتلك السلاح، ويمتلك البنوك، ويمتلك أرباب المال، ويمتلك جنود في الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي كل مكان. مستحيل هو أنك تقدر انت تجابه بناس اللي هما راهم في الالف والباء في السياسه، مستحيل. بالتالي للاسف الشديد ما نقولوش حنا باللي ضاعت الفرصه، وانما الناس هذو زادوا طولوا من الازمه، زادوا طولوا من الازمه، لا سيما من الناس اللي هما فشلوا الحراك في البدايه نتاعو، ليس في 2019 وانما
في 2011 فشلوا الحراك، ومنهم من ارتمى ودخل في اللعبة نتاع تونس ونتاع ليبيا وسوريا، ومنهم من كان يتظاهر بالجهاد، ومنهم كذا وكذا وكذا. وعوض هو أنه يستفيدوا من الدروس، كان منهم ولا زال إلى اليوم مازال مثل هذاك الديك هذاك اللي ينفخ في الريش نتاعو، مازالوا إلى تاريخ اليوم مازالهم يكروا في الأخطاء نتاعهم، مازالهم يكروا في الفشل نتاعهم، وحاطين رواحهم باللي راهم فاهمين كل شيء. ومنهم من دخل في الانتخابات وكان يسوق في الأوهام وكان يبيع في الريح للشعب الجزائري، وراكم الآن عرفتوهم، راكم الآن عرفتوهم واحد بواحد، حتى إلى غاية البارحة كان منهم اللي يسوق للناس على أنه شعب راهو رايح يخرج، يعني بعد مباشرة والله في الوقت هذاك اللي هو راهو عبد المجيد تبون يستلم في المهام تاعه، وشعب راهو رايح يخرج. راكم شفتوهم الآن ماذا يسوون أمام الشعب. درك الإخوة والأخوات، أنا راح نتحدثكم بموضوعية، وماني طامع لا في منصب ولا في باسبور، مثل ما ربما بعض المرضى وبعض المقفلة رؤوسهم راهم يعتقدوا من أنه أنا راني نغازل في السلطة على جل باش تعطيني الباسبور تاعي. مانيش محتاج الباسبور. في وقت سابق كنت نطلب فيه، ومن حقي وطلبته قبل الحراك، وكنت على جل باش حاب نروح نحضر الزواج تاع بني، وقدر الله وما شاء فعل وانتهى الامر، ماتوا والدي وما حضرت لهمش، بالتالي درك الباسبور هذا ما عندي من ندير به. وحتى ولو كان يعطوني الباسبور الان، رغم انه حقي ماني محتاج حتى واحد على جال باش هو يعني كيما نقولوا يحدثني في هذا الموضوع، والله مانيش محتاج، حق من حقوق تاعي مثل عقل الازدياد. وحتى لو كانوا هما يعطيو لي الباسبور تاعي، انا الان في هذا الوقت الحالي ما عنديش نيه باش نروح. ماوش الباسبور انا اللي راهو يدفع فيا على جال باش انا نتحدث في هذا الحديث، انا نتحدث بموضوعيه، وكاينه بعض الاشياء كنت انا نتحدث عليها، كانت تبان في وقت من الاوقات تبان البعض الناس من أنه راه مرض نفسي، وتبان البعض الناس من أنها أوهام، وبعض الناس تبان لهم باللي راه أحلام. راكم شفتوا الآن عبد المجيد تبون في الخطاب الرسمي يقول لكم باللي أنا رايح نحوس ندير جمهورية جديدة. كنا نهار اللي كنا نتحدثوا على إذاعة وطني، روحوا ما تقراوش للأسف الشديد، لا تقراو ولا تسمعوا وتحكموا. بعض الأشياء اللي كنا نقولوا فيها على الإذاعة تاع وطني الآن صارت مجسدة، راه الناس تشوف فيها رأي العين. إذن الإخوة والأخوات، نعود نرجع للمسألة هذه نتاع الاستلام نتاع المهام نتاع عبد المجيد تبون، ونجي فيما بعد نتحدث عن القضية هذه نتاع الحراك. درك هذا إذن كانوا ناس وما يتمناوا على جال باش يكونوا هنا رئيس حسب المقاييس نتاعهم هما. وكنا نقول لكم يعني منذ البداية من أنه راهو الجيش هو اللي يحكم، الجيش هو اللي راهو كان يحكم، بالتالي درك هما ارتأوا على جال باش يكون هذا عبد المجيد تبون هو اللي راهو رايح يقود هذه المرحلة. تفصل الأمر. شافوا هما دوك عبد المجيد هذا تبون هو اللي يقود هذه المرحلة لعدة اعتبارات. لو كان تشوفوا من بين هذ المرشحين هو اللي راهو يعني من ناحية التقنية هو اللي راهو مهيئ أكثر منهم، لأنه كان والي وتدرج في المسؤوليات، وكان فيما بعد وزير، وفيما بعد صار رئيس حكومة، والتخصص نتاعو هو في الاقتصاد، يعرف الجماعات المحلية، وبالتالي هو أدرى من بين هذ المرشحين. أنا لا أتحدث على عامة الشعب، نتحدث من بين هذ المرشحين تشوفوه من أنه هو الأدرى. تشوفوا أيضا هذا عبد المجيد تبون
مقارنة بالمرشحين ما عندوش حزب سياسي اللي هو رشحه، كان هو تقدم كمرشح حر. ومثل ما قلت لكم في تسجيلات سابقة، هذاك العامل هذاك خليه هو أنه يستعطف ناس داخل الدوائر في السلطة، وحتى من الشباب هذو اللي هما مش مهيكلين ومش مأطرين ومش داخلين في حتى حزب سياسي. بالتالي كان هناك أشياء اللي هما راهنوا عليها، بالإضافة إلى أنه الحاجة الأخيرة اللي هو أنه كان ضحية من الضحايا نتاع هذه العصابة، اللي هو كان في البداية كان مع بوتفليقة، كان مع نظام مع بوتفليقة، ولكن لابد هو أنه نفرقه من أنه هذا النظام تاع بوتفليقة رغم أنه باقي لحتى الآخر كما نقولوا كلمة اللي تلفظ بها عبد المجيد تبون، هو قال لا فخامة بعد اليوم. في هذه المدة الأخيرة بعد المرض نتاعو ما صارش الحكم هذاك نتاع بوتفليقة، صاروا يحكموا به، وقلنا لكم في تسجيلات سابقة وراها موثقة بالصوت وبالصورة، كنت أنا شخصيا العبد الضعيف نقول لكم باللي الإنسان اللي يعتقد من أنه بوتفليقة راهو يسير وراهو يعين وراهو يحكم وراهو كذا وكذا وكذا، هذا راهو حمار متكسل في راسه، راها مسجلة بالصوت وبالصورة. بالتالي درك هو هذا عبد المجيد تبون، تعرفوا درك هذ الناس اللي راهم دركم يشتغلوا في النظام يعيطوا له بالهاتف خدام ويقولوا له ودي راهو الرئيس كلفك بمهمة، ما يحبش يفهم هو، فهمت؟ بالتالي درك هما فرضوا امر واقع. درك المسألة هي انها اخذت منحة واحدة اخر، بحيث هو انه كانت هناك معطيات جديدة، تحب ولا تكره هذه هي معطيات جديدة فرضها الحراك، والحراك اللي كان محرك في البداية وكان مخترق ولا زال إلى تاريخ اليوم. ودرك نجي لهذه المسألة، كانت هولت معطيات جديدة، هو أنه هذه المجموعة اللي كانوا وراء سعيد بوتفليقة كانوا هما بعد ما شافوا باللي بوتفليقة خلاص، خطر كانوا ناس تحركوا لصالح غديري وبداو يهيئولو. ومثل ما قلت لكم في تسجيلات سابقة، الصراعات هذيك التاريخية اللي كانت موجودة بين عبان رمضان والمجموعة نتاع قيادة الأركان راها مازالها إلى اليوم، مازالها تتواصل. إذا كان راكم تشوفوا درك في ناس داخل هذا الحراك اللي راهم هما يطلبوا على جال باش هو يكون بورقعة راهو هو الممثل نتاع الحراك، هذ الناس راهم يقودوا فيكم للسفينة اللي حوسوهم يركبوها ويديوها، لأنه هذا برقعة عنده صراعات تاريخية مع أبو مدين وما زالها إلى اليوم. هذ الناس اللي راهم وراءه كلهم تقدر تقول لو كان تشوف، باستثناء بعض الشباب اللي هما ما عندهمش علم وما عندهمش تجربة وما عندهمش معرفة وبتاع، وبالتالي هما راهم يشوفوا فيه من أنه راهو مجاهد وراهو رمز وراهو كذا وراهو كذا، ولازم هو اللي هو يقود الحراك كون هو أنه راهم سجنوه وكذا وكذا وكذا، أمور ما زالها. إذن كان هناك واقع تفرض من خلال هذا الحراك. فيما بعد درك هما هذه الجماعة اللي هما كانوا داخل نتاع الجيش، تعرفوا الجيش الناس اللي راهم داروا سيرفيس ميليتار، ولا الناس اللي راهم درك هما كانوا في الجيش ديزاكتيف ولا كذا، راهم يعرفوا الجيش، هذو ناس لحقوا لواحد المستوى. بالتالي هما فرضوا أمر واقع من خلال الحراك على المجموعة هذه اللي كانت مع سعيد بوتفليقة، لأنه هو كان رايح حكاية صالح، لما شاف روحه باللي خلاص يعني هذا بوتفليقة اللي كانوا يصوروا فيه وكانوا يصوروا فيه، ولقى روحه راه رايح يخرج بالكتبيات، حوس على جال مخرج يكون هو هناك مخرج، يعني مخرج مشرف إلى حد ما. وإذا كان لاحظتوا في هذا الاستلام تاع المهام، شفتوا زروال هما راكم شفتوا لما هما في هذاك الحراك بداو يتحدثوا على شخصيات سياسية عندهم مجموعة من هذوك نتاع المشطوبين ونتاع المتقاعدين يخدموا معاهم، حركوهم وراحوا لزروال على أساس أنه راه فيه مطلب شعبي وكذا. فيما بعد باش هما قال ودي راكم تشوفوا راه فيه مطلب شعبي وراهو زروال وكذا، على جال باش هما يربحوا هذيك التعاطف نتاع الحراك
ومن بعد قال هاد الناس راهم رايحين المرحلة الانتقالية وإلى غير ذلك. هما كانوا يحوسوا على مخرج البوتفليقة، إذن تفرض واقع. درك لما تفرض الواقع، هاد الناس اللي راهم درك هما داخل الجيش فرضوا هذا الأمر الواقع، خلعوا بوتفليقة. ولما خلعوه يا ودي هذا راهو إنسان راهو حط رواحه مع المشنقة، بالتالي أي غلطة أي مغامرة رايحين كلهم يلقاو رواحهم في السجون في المعتقلات، وربما يطيروا الروس تاعهم. بالتالي هما لازمهم يكملوا. لما هما كملوا شافوا درك هما من هذو الناس اللي راهم درك هما تقدموا، ومن بعد ممكن راهم هذا واسمه هذا التبون راهم يعني ممكن يكونوا تواصلوا معاه من قبل، يعني مستحيل باش تكون يعني هكذا امور بعفويه كيف ما راهم يقولوا راهو الشعب انتخب وكذا، مستحيل. بالتالي دوك هما راهنوا عليه، راهنوا على التبون. دوك يجي واحد انا من المغنفين يقول لي باللي انا حتى قالوا لي، كاين بعض من الناس اللي قالوا لي والله حتى من الناس نعرفهم، قال ودي راه القياده نتاع الجيش ماشي كيما راك تقول انت، راهم يقولوا للناس باللي راهو ميهوبي. ولعلكم راكم تبعتوه، وانا كنت نقول لكم باللي تبون النهار اللي خرجوا القائمه كنتكم تبون الرئيس، اذا اجريت الانتخابات تبون هو الرئيس، امور واضحه وعطيت لكم حتى الفرضيات. بالتالي درك التفرض واقع. درك كاين بعض من الناس اللي هما لما يشوفوا لهذه القضيه نتاع الانتخابات الرئاسيات يشوفوا الاستلام نتاع المهام هذا نتاع عبد المجيد تبون، يشوف لك باللي هم حضروا نفس الوجوه اللي هما كانوا موجودين في بوتفليقه مع بوتفليقه، بالتالي راهو نفس النظام. هذا الناس هما غالطين في التحليل تاعهم. علاه؟ لانه هذا الناس اللي راهم درك هما فرضوا عبد المجيد تبون فرضوه كواقع. هذو لعلكم راكم تبعتوا من أنه القضية راها تتعلق بتصفية الحسابات، هما خلاو ناس ترشحوا من نفس الجوقة اللي كانوا مع بوتفليقة، من بينهم هذاك ساحلي، من بينهم ناس آخرين، من بينهم تبون، من بينهم ناس آخرين، من أجل على جل باش هما يبعدوا هذيك التهمة من أنه راهم ما كان لا تدخل في تاع الجيش ولا هم يحزنون، راهو شعب راهم ناس تقدموا واللي دها وخلاص. نفس الشيء راهم هاد الناس اللي راهم درك راهم الان موجودين، قال احنا ما عندنا حتى مشكله، احنا فقط هاد الناس اللي هما راهم نهبوا المال وراهم يعني كانوا راحين يديروا انقلاب وكذا وكذا وكذا، وبالتالي احنا الاخرين ما عندنا حتى مشكله معهم. ولكن انت بعد عامين ولا 3 سنين اذا كان لقيت نفس التشكيله هذه اللي راها الان راها موجوده اليوم في هذاك يعني في المكان هذاك اللي داروا فيه هما نتاع هذا واسمو القسم، وداروا فيه هما اليمين، وراهم داروا فيه هذا التنصيب نتاع الرسمي نتاع عبد المجيد تبون، اذا كان لقيتهم انت بعد مده عندك الحق، عندك الحق على جلبش تقول انت باللي راهو نفس النظام وراه نفس هما الان. هو ما يقدرش، هو راه درك وصل لما هو يستلم المهام يبدا فيما بعد هو اجراءات، من بين الاجراءات اللي راهو بدا فيها هو زوج كلمات انا بالنسبه لي هذو يعتبروا مفتاح، الكلمه نتاع الجمهوريه الجديده والكلمه نتاع لا فخامة بعد اليوم. هذا الموضوع هذا تحدثنا عليه على إذا أنت وطني منذ سنوات، وراه مسجل بالصوت وبالصورة مسجل. درك هو لما يقول لك باللي لا فخامة بعد اليوم، ماذا بينا على جل باش ناديو لي بالسيد؟ واش معناتها؟ معناتها من أنه هذه السياسة نتاع بوتفليقة انتهت، كاين نظام واحد اخر. وقالها حتى قال من انه راهو هو ذوق القضيه نتاع الناس، المستوى نتاع الناس كيفاش هي تفهم، كاين الانسان اللي هو يفهم بين السطور، وكاين اللي هو تكرش له وتبرح له وتكب عليه الماء وما يفطنش ما يسمعش. قال من انه
راهو مع التغيير نتاع النمط نتاع الحكم، معناتها انه راهو مع تغيير النظام، وقال باللي راهو هو يحوس على جمهورية جديدة. هذه الأشياء هي اللي راها من مطالب نتاع الحراك، الحراك راها من مطالب نتاع الحراك ومطالب نتاع أغلب المعارضين. ماذا بيه مع أجل باش يكون نظام جديد، ماذا بيه مع أجل باش تكون فيه جمهورية جديدة، راه مطلب تقرب تقول تقدر تقول شعبي، مطلب عام. دركا تقول لي ذوك النوايا التجسيد نتاعها كاين، انا سمعت بعض الكلام هكذا حتى من بعض الناس هكذا معارضين يقول لك ايه يا ما سمعنا خطابات، ويا ما سمعنا شخصيات تحدثوا في هذا الشأن، ويا ما سمعنا وعود. من حقك على جد باش انت تشك، لانه هاد الناس هما اللي راهم وصلوا لك هذه القناعه. صارت هي انه كيفاش نقولوا ستيريوتيب، شغل نمطية، صارت شغل أحكام جاهزة. تظهر كلمة تكون تمشي في الطريق وتسمع أنت لومبيلونس، وش يجي في الذهن نتاعك؟ عرسة، يا مكاينش منها. والله أنت تشوف أنت كورتاج تاع عرس، واش يجي في بالك؟ يجي في بالك جنازة، يا مكاينش منها. بالتالي درك صارت هذيك الأحكام جاهزة. تدرك لا تؤمن في هذا النظام، من حقك وأنا معاك، أنا ما رانيش نفتي لك، أنا راني معاك، ولكن كاين واقع جديد لازمك أنت تتعامل معاه. دوك لو كان راه عندك القوة نتاع الجيش وعندك القوة نتاع الإعلام وراهم قال مثلا أنت ناس ما على بالوش تروح أنت يمشي ما يفهمش ما على بالوش حتى واش راه يقول. درك اذا كاينه اشياء جاهزه. هذا درك عبد المجيد تبون راهو عنده تركه نتاع نظام. تذرك هو راهو قال باللي انا امد يدي للجميع، وراهو قال هو مستعد على جل باش يكون هناك حوار دون اقصاء ودون تهميش. هذا الشيء كنا احنا نقولوا فيه منذ مده. دوك انت تعطي له وقت على جال باش هو يقوم بافعال، لانه اذا كان الناس راهم يعتقدوا من انه الخروج الى الشارع راهو رايح يغير الرئيس، هاد الناس ما يعرفوش السياسه. بدليل هو انه بوتفليقه تم خلعه تحت غطاء الحراك، خلعوا الجيش، خلعته القوه. من بين مطالب نتاع الحراك الناس اللي راهم في الحراك هو ذهب هذا بدوي، وهذا واسمه عبد القادر بن صالح، راهم راحوا في زوج. دركا كاين بعض من الناس اللي هما كيما كنت نقول قبيل انا ما يفهموش. دوك لما يشوف لك هو الحكومه راها مازالت هي، يقول لك واش اللي تغير. الاخوه والاخوات درك هو اذا كان غير الحكومه اليوم بمعنى انه راها جاهزه، فهمتوا؟ بمعنى انها راها جاهزه مسبقا. ولما تكون جاهزه مسبقا واش معناتها؟ معناتها باللي راه فيه اتصالات وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. هو خلى هذه الحكومه نتاع تصريف اعمال، بالتالي هو راه رايح يدخل في حوار مع احزاب سياسيه، مع شخصيات وطنيه، مع ناس اللي راهم هما الى حد ما يمثلوا في الحراك، وراه رايح يمشي. مادام راه اعلن باللي راه فيه نيه نتاع جمهوريه جديده، راه رايح لها مع الوقت. درك الناس هذو اللي راهم في الحراك من حقهم هما انه يطالبوا، ومن حقهم على جال باش هما يراقبوا، ومن حقهم على جال باش هما يضغطوا من اجل على جال باش هما تتجسد هذيك المطالب. ولكن لازمكم تفهموا الاخوه والاخوات من انه هذه القضيه نتاع الضغط هذه مثل ما الانسان اللي راهو دوك مثلا عنده فيس وعنده تورني فيس هذيك. دوك انت لما تكون انت حاط الفيس هذاك في المكان نتاعو الصحيح وراك تضغط، الفيس يروح يدخل في المكان نتاعو.
ولكن لما تكون انت حاط الفيس في مكان غير المكان تاعو وراك تضغط تضغط رايح تطردبو. اذن الضغط لازم هو انه يمشي في الاتجاه الصحيح، واذا كان ما مشاش في الاتجاه الصحيح راهو رايح يمشي في الاتجاه الخاطئ. وكاين الناس اللي هما يقول لك ايه صح الشيء اللي راك تقول فيه انت يعني نظريا هكذا راهو مقبول، ولكن شكون هو اللي يثبت لنا من انه هذا السيد هذا راه النيه نتاعو صحيحه؟ وحتى فرضا هو انه راه النيه نتاعو صحيحه، رانا شفنا ناس من قبلوها وقال مثلا بومدين راهو يعني تفرض كامر واقع هكذا، ولكن فيما بعد النهار اللي الحق فعلا هو انه كان راه رايح يغير راهم قتلوه، ومن بعد جاب الشاذلي وكان الى حد ما، ولكن فيما بعد نهار وصل الى مستوى وان انه راه راح يكون تغيير اقالوه، وفيما بعد جابوا بوضياف، ولكن فيما بعد لما وصل لواحد المستوى اغتالوه، وفيما بعد جابوا زروال العسكري، ولكن فيما بعد نفس الشيء دفعوه للاستقاله، وفيما بعد جابوا بوتفليقه ولكن هاي النهاية نتاعو. وبالتالي درك هذا عبد المجيد تبون ما راهوش راح يخرج على القاعدة هذه. من حقكم على جال باش تقولوا انتم هذا الكلام، من حقكم. ولكن في نفس الوقت لابد هو أن الإنسان يكون منطقي ويكون موضوعي ويكون منصف. هل ترى لما ناخذ ذوك مثلا نحن بومدين، هل ترى كاين هناك حراك في الشارع؟ هل ترى كاين هناك حراك في الشارع؟ صحيح كانت هناك الجبهة الإسلامية للإنقاذ اللي هي فازت بالانتخابات التشريعية والبلدية، لكن هل ترى في تلك المرحلة كانت القيادة نتاع الجيش هي راها مواكبة إلى حد ما، ما نقولوش حنا للحراك، يا هل ترى هي استعملت نفس العنف اللي استخدموه في التسعينات هذه القيادة العسكرية الحالية؟ ويا هل ترى هذا الحراك اللي راه موجود في الداخل وفي الخارج هو نفسه اللي كان في التسعينات؟ الآن راهو حراك راهو فيه إسلاميين فيه علمانيين فيه وطنيين فيه شباب اللي ما عندهم حتى انتماء سياسي، بالتالي ما هوش نفس الحراك اللي كان موجود. زروال نفس الشيء، بوتفليقة نفس الشيء. بالتالي درك كاين واقع جديد. هذوك اللي راهم درك هما بومدين قال هذا راه مجاهد، اللي جا بعده الشاذلي قال هذا مجاهد، بوضياف قال هذا مجاهد، وش اسمه زروال قال هذا راه مجاهد، بوتفليقة كيف راهم دايرين لو كارط نتاع المجاهدين. عبد المجيد تبوني هل ترى هو من هذه العائلة؟ ماهوش. القايد صالح راهو من الشرق وهذا راه محسوب على الجنوب ولا على الغرب، راهو محسوب عليه. بالتالي كاين واقع جديد حنا نوصفوه، فرق بين الوصف وبين التبني. كاين واقع جديد. دونك حنا الان هذا عبد المجيد تبون مادام راهو درك هو اعلن من انه لا فخامه بعد اليوم، بمعنى انه كاين نظام جديد وقال راهو يحوس على جمهوريه جديده. يا خويا دوك هاد الناس اللي راهم دوك موجودين في الحراك والله هاد الاحزاب السياسيه راه منهم اللي راهو كان هو يدعو الى مرحله انتقاليه وانا واحد منهم، وكاين الناس اللي راهم هما يدعيو الى مجلس تاسيسي مثل الجماعه نتاع الافافاس، وكاين الناس اللي هما كانوا يحوسوا على جال باش هو انه تكون انتخابات رئاسيه واللي دهدها. مثل ما قلت لكم الاخوه والاخوات لا سيما الفئه نتاع الشباب لازمكم ما تنخادعوش، لازمكم تعرفوا الناس تعرفوا الخلفيات نتاعهم، ما لازمش يزيدوا يعاودوا كل الحكم. حنا رانا نتحدث لكم من منطلق تجربه خضناها، ماناش حابينكم تزيدوا توقعوا في نفس الاخطاء
اللي وقعت فيها أجيال من قبلكم. كاين الناس اللي هما راهم مثلا في ظل هذا الحراك هذا، لما هما يقترحوا لكم هذا الخضر بورقعة عندهم خلفيات سياسية، خلفيات سياسية. الخضر بورقعة محسوب على التيار تاع الأفافاس اللي كان يمثلوا أي تحمد، وعندهم خلفيات وعندهم صراعات من وقت بن بلة ووقت بومدين. وكاين بعض الجهات اللي راهم مدعومين حتى من الخارج، موجودين في الداخل فئة اللي هما عندهم حسابات. بالتالي درك هذا هم ديجا بداو يروجوا لواحد المنشورات هكذا على المؤتمر اللي راهم رايحين يديروه، والله لقاء بمناسبة نتاع الوفاة نتاع هواري بومدين، والله تحت الفخامة نتاع الرئيس عبد المجيد تبون. بالتالي هما هاد الناس اللي راهم يروجوا. كاين بعض الناس اللي هما ما على بالهمش، ولكن لازمكم تفهموا هذه الامور في الاطار تاعها، ناس عندها خلفيات تنطلق منها، عندهم عداء للعروبة. كاين ناس اللي عندهم عداء للإسلام، يا اليوم كي راهو استدل هو بآية والله بكذا يا ودي ما فرتش. لكن احنا لما رانا نتكلموا ماناش نتكلموا بهذاك الإطار هذاك، احنا رانا نحوسوا على المصلحة نتاع البلاد التي لا إقصاء فيها. شوفوا الخطاب نتاعي منذ سنوات، رغم أخطاء مرة على مرة نقولوا مثلا إنسان هكذا تزلك كلمة من فمه، ولكن الإطار المسموع هو مازلني في نفس الخطاب نتاع الوحدة نتاع الصف، الوحدة نتاع الكلمة، هو أن الناس تجتمع دون إقصاء ودون تهميش. إذا كان درك هو راهو تبنى هذا الخطاب، أنا على يقين من أنه راهو رايح يلقى كثير من الناس اللي راهم رايحين هما يتعاونوا معه. إذن الإخوة، فيما يتعلق بهذه النقطة هذه نتاع الحراك، كانت فيه مطالب هكذا. درك الآن تفرض أمر واقع، يا هل ترى المرحلة الانتقالية بالمفهوم، كل واحد المفهوم نتاعه كيفاه، بالمفهوم السياسي، يا هل ترى انتفات؟ أنا بالنسبة لي ما كانش، ما زال هي نفسها مرحلة انتقالية. قادر درك هذا عبد المجيد تبون يقود هذه المرحلة. درك انت لما تقول انت جمهورية جديدة رايح يديرها، هو مستحيل، من المستحيلات باش يديرها. هو راهو رايح ربما يساهم في الأسس نتاعها، والجمهورية هذه الجديدة لا تبنى بين عام ولا عامين، يعني على الأقل أقل شيء 15-20 سنة، أقل شيء 15-20 سنة. بالتالي درك هو رايح يدير لها أسس، من بينها تعديل تاع الدستور، من بينها البرلمان، البلديات، هذه المجالس هذه يعني تكون منتخبة ونابعة من إرادة تاع الشعب وفق مشروع مجتمع. أنا اللي دائما نقول، لأنه لما تذهب أنت الانتخابات وما يكونش هناك توافق حول مشروع مجتمع، ماك راح تدير والو، راح تجي فيما بعد عصبة، العصبة هذيك راها راح تنحي اللي راح، وفيما بعد تجي عصبة واحدة أخرى، كلما كيما نقولوا جاءت أمها لعنت أختها. هذه هي، حنا نحوسوا على جل باش يكون هناك مشروع نتاع مجتمع تلتقي فيه الناس كامل، كي العلماني، كي اللي عنده توجه إسلامي، كي اللي عنده توجه وطني، تلتقي الناس حول خطوط عريضة تاع مشروع مجتمع وتمشي الناس واحدة واحدة. هذا الناس اللي درك هما راهم درك هما يطالبوا بالمجلس التأسيسي، فليكن في هذا الإطار، راهو درك هذا رئيس فعلي، وهذا الناس اللي راهم درك هما يأمنوا باش يكون دستور جديد ويكون نابع الدستور واسمه المجلس التأسيسي، وشو هو برلمان، برلمان اللي راهو راح يدير هو تأسيس نتاع دولة جديدة. وهو راه يقول الفرق ربما بين هذا الناس اللي راهم درك هما يتحدثوا وراهو عندهم هذا المفهوم، هو انه راه يقول باللي المرجعيه هي بيان اول نوفمبر. درك كاين بعض من الناس اللي هما عندهم مفهوم واحد اخر، وحتى انا راني سمعت بعضهم يقول لك باللي معناتها يا صار بيان اول نوفمبر مالا واسمو نتاع اتفاقيه ايفيون وهذيك نتاع مؤتمر الصمام، صافي مش داخله في الموضوع هذاك، ما ماناش قابلينها. مي
يقدروش يقولوها لانه عارفين باللي البيان تاع نوفمبر كان هو ثم يعني الاندلاع تاع الثوره، وبالتالي ما يقدروش هما يخرجوا ليها هكذا برك هاشمين. ولكن تحت لتحت راهم هما يخدموا لها. اذن الاخوه والاخوات، انا بالنسبه لي درك هذا انا ما نشوفش التفاصيل، شوف الانسان الاطار العام. الاطار العام درك هو راهو جاب خطاب يحوس على جل باش يكون هناك جمهوريه جديده، وهذه مش مشروعه هو. احنا رانا تحدثنا في هذا الموضوع، انا شخصيا عبد الضعيف عندي كتاب حولها، وكنت في 2014 لما صدرت الكتاب نتاع المصالحه الجزائريه فيه فصل كامل حول الجمهوريه الجديده، راه مكتوب مكتوب، ويستطيع اي انسان منصف يطالعه ويشوفه. درك الان المهم هو راهو تبنى هذه الاشياء اللي احنا رانا في وقت سابق كنا نناديو بها. يا خويا مرحبا، ورينا الحنه نتاع يديك، حنا نحوسوا درك الان اذا كان هذا عبد المجيد تبون راهو فعلا متبني هو هذا المشروع نتاع الجمهوريه الجديده، يا خويا يقوم بافعال. هذا مكان يقوم بافعال. اما هو ان الانسان يجي يقول لي انا يربطها لي بوضياف، بوضياف هو راهم جابوه العسكر، جابوه دون انتخابات، رغم انه هو في البدايه تاع الاستقلال عرض عليه بومدين على جد باش يكون رئيس ورفض، وفيما بعد عيطوا له الجماعه، عيطوا النزار والعماري وجابوه للانتخابات ولم يحزنون. ولكن هذا مهما كان الامر راهو دار حمله انتخابيه يا سيدي ماكش انت مقتنع بها، راه ما عنده سيدي 10 من الناس، ها يا سيدي ما نقولوش حنا مليون، عنده 10 من الناس راهم حضروا له في قاعه. المهم راهو دار حمله انتخابيه وتكلم مع الناس وتنقل الولايات، وراهم حتى الناس هذو اللي راهم معاه راهم اعترفوا باللي راهو فاز عليهم. يا سيدي وري لي واحد من الناس هذو اللي راهو طعن والله جاب التصوير، خي شفتوا هذا، ها هو اخرد هذا بن فليس في المرات السابقه، خي قال باللي راهم زوروا له، المره هذه هو قال لكم باي باي، خطر عرف باللي الشعب راهو قاليه خلاص. كاينين الناس يكذبوا عليكم، كاينين الناس انتخبوا عليه، كاينين الناس اللي انتخبوا عليه يكذب عليكم كاذب، يقولك باللي راه زعما ما كانش خلاص والله، كاين الناس اللي انتخبوا عليه في ولايات مختلفة، كاين الناس اللي هما تعاطفوا معاه على أساس أنه لما شافوه باللي يقولك هذا السيد هذا اللي راه مدخلوا له ابنه راهو في السجن، ولحقوا أنه قتلوا واحد من الأنصار تاعو أعتقد في المدينة تاع البيض اللي هو يعود منها يعني الجذور تاعو، وشافوه الى حد ما يعني هجموا عليه قناه النهار، خاصه قاتل قناه النهار. ومرات كاين اشياء تصرع عكسيا خاصه مع شعبنا، تتقول له دروات ويقول لك غوش، تتقول له غوش ويقول لك دروات، هذا شكون ما تبون انا ني ضده، وي هذا شكون هذا راه مع ميهوبي انا ضده، يديروها ما تعرفوش الشعب تاعنا ولا. وخاصه لما شافوا درك هما بعض الاشياء اللي راهم قاموا بها ناس في الخارج لا سيما في فرنسا، ولانه شافوا هذاك الشيخ هذاك اللي هما يديروا به في السيرك وصاروا تداوي على ناس والتخوين وكذا، كاينين الناس اللي هما في الداخل يعني لحقوا لدرجه تاع الشوفينيه هذيك، يا صار مالها هكذا مالها هذو، كاينين الناس راحوا على هذا الاساس، لا ربما راه ما كانش يفكر خلاص باش يروح ينتخب، لكن هو لما شاف هذيك الاشياء يقول لك يا ما لم اللي عاد هكذا منتخب كيما يقولوا سكارا، راحوا ناس انتخبوا سكارا، شكون هذا تبون انتخب عليه سكارا، هاي راحوا ناس هكذا. هذا هي الاخوه والاخوات. اذا دوك حنا امام امر واقع، كاين بعض الاخوه اللي ربما دوك راهم يقولوا ايه نحن امام امر واقع، ولكن دوك الحركه هذا كيف، انا شخصيا
انا لست مع انه الناس تروح لديارها، انا مع الاستمرار تاع الحراك بطريقه حضاريه. هذوك الناس اللي راهم في وقت من الاوقات يستخدموا في عبارات مستفزه، راكم انتم اللي ساهمتوا الى حد كبير في تقسيم الحراك. وكاين الناس اللي هما في وقت من الاوقات كيقول لك باللي ما كانش تقسيم، كاين تقسيم، كاين انقسام داخل الحراك. كاين الناس اللي راهم درك هما حبوا يخطفوا تضحيات نتاع شعب، منهم اللي راهم درك هما حابين يكونوا في هذه اللجان، منهم اللي راهم حابين يخطفوا الحراك جملة وتفصيلة. انا ما يمثلني حتى واحد من هاد الناس اللي راهم عندهم درك هما انتماءات سياسية وعندهم خلفيات وعندهم صراعات سياسية تاريخية، واحد عنده صراع مع بومدين، واحد عنده صراع مع بن بلة، واحد عنده صراع كذا. كاين ناس راه تمشي فيهم، واحد راهو في الاتجاه نتاع بوضياف، واحد الاتجاه نتاع ايت حمد، واحد في الاتجاه نتاع واش اسمه نتاع شعباني. واحد كاين ناس عندهم صراعات، وكاين ناس عندهم احقاد، وكاين ناس يحوسوا على تصفيه الحسابات باستعمال الحراك. كاين ناس اللي هما راح لهم البوفوار في 92، كاين ناس اللي هما راهم كانوا مع زروال لما راح زروال الى غير ذلك، كاين الناس اللي هما كانوا مع بن فليس ولما راح بن فليس فيما بعد، كاين الناس اللي خرجوهم من الخدمه. كاين بالاضافه الى انه كاين الناس اللي راهم درك هما كانوا ياخذوا في اموال، كاين الناس اللي ياخذوا في اموال. انا شفت، ما نسميش السيده هذه لعلكم راكم تعرفوها، بمجرد بحث صغير هكذا برك يعني اكتشفت من انها من الجماعه نتاع حداد، دايره حي حياه والناس تنقل في التسجيلات نتاعها، ولعلها راه الان راه تبع فيا من الجماعه نتاع حداد. وعدوها وكانوا ديجا دخلوها في واحد المشروع كبير تاع دراهم كبار، بمجرد هو انه دخل حداد السيده غلفت، بالتالي هي راه تستعمل في جميع الاسلحه. وكاين الناس على هذا الاساس، واحد مع ربراب، واحد مع حداد، واحد مع طحكوت، راكم شفتوا راه التسجيلات راه تخرج لكم كل مره تسمعوا مقطع، وكل مره تسمعوا راكم تعرفوا الناس اللي كانوا يديو في الدراهم، ياخذوا في دراهم، راهم يديو في دراهم حمر. حنا انا دوك منذ سنوات حنا نشتغلوا وحنا نطوعوا اللي واحد من الجماعه هذو نتاع اللي راهم ارباب المال، والله هذيك اللي كش ما عنده عقد معنا يتفضل رانا على الهواء على المباشر ويجي نطوعوا هكذاك لله في سبيل الله. منذ سنوات وحنا نطوعوا، بالتالي الاخوه كاينين الناس اللي راهم درك هما وراهم مجموعات وراهم ارباب المال، وبالتالي هما درك راهم داخلين في هذا الحراك، بالاضافه الى الناس اللي هما راهم كانوا تحت الجناح نتاع توفيق. كاين الناس اللي راهم متورطين هما في الدماء، كاين الناس اللي هما راهم متورطين في الشكاوى، كانوا يشكيو بناس، كانوا يعطوا في معلومات كذا، كانوا يعني يمارسوا في الوشايه، كانت عندهم واسمو تقارير كانوا يبعثوها سواء ضد رؤساء احزاب ولا ضد شخصيات سياسيه ولا ضد معارضين ولا ضد كذا. وبالتالي هما دوك راهم خايفين على جال باش يتفضحوا، لا سيما هو انه راهم يشوفوا مره على مره واحد دوه الحبس مره كذا، بالتالي هما دوك راهم خايفين، راهم دوك هما يستغلوا في هذا الوضع. وكاين الناس اللي راهم دوك ما يحوسوا على السلطه، كانوا يحوسوا على السلطة فإذا به راحت لهم، كانوا هما يعتقدوا من أنه لما يروح بوتفليقة يكونوا هما داروا الرئيس تاعهم. الجهة الأخرى تاع القيادة تاع الجيش هي فرضت أمر واقع، بالتالي درك هذا الجناح درك هذا اللي راهو معاه القيادة تاع الجيش هذا درك نتاع تبون، إذا كان مشى في الاتجاه الوطني الصحيح وقام بإجراءات، الان لابد هو ان يرفع الغطاء. كنتوا في وقت من الاوقات خايفين على جل باش تمرروا الانتخابات، راكم الان مررتوها، بالتالي الان دركا كاين الناس اللي هما راهم في السجن لازم تطلقوهم، الناس اللي راهم في الخارج نفس الشيء ترفعوا عليهم الغطاء، قال هاك الجواز تاع السفر تاعك وبالسلامه بالعافيه.
اللي يحب يروح يروح، تروح مثلك مثل أيها الناس، هذه هي. وفيما بعد إذا كان درك أنتم راكم تحوسوا فعلا على جمهورية جديدة، الأسس نتاعها تتأسس على أسس صحيحة للأجيال القادمة. يستحيل باش هو أن الإنسان هذا تبون ولا أي إنسان عبقري في العالم يحطوه في مكانه، من المستحيلات خاصة مع الشعب نتاعنا. أنا قلت لكم في وقت سابق، لو كان تديو الماريكان كما راه تحطوها في الجزائر وتهزوا الشعب الجزائري كما راه تحطوه في الماريكان، بعد 6 شهور تلقاو الماريكان ولات الجزائر والجزائر ولات الماريكان. راه الشعب نتاعنا، راني قلتها، انا مانيش من نوع هذاك اللي غازل وينافقوا، قسما بالله ما يقدر عليه غير ربي. ونفس الشيء فيما يتعلق بالنظام نتاعنا، ما يقدر عليه غير ربي. من المستحيلات هو أن الإنسان راه رايح يبني جمهورية هكذا جديدة في عام أو في عامين، بالتالي لابد لها من وقت، لابد لها من أسس صحيحة، ولابد لها من تعاون، ولابد لها من حوار ونقاش وتتضافر الجهود. راه عندنا كفاءات، وعندنا إطارات في الخارج، عندنا أساتذة في القانون، عندنا مفكرين، عندنا باحثين، مهندسين، إلى غير ذلك من التقنيين. وتتحاور الناس، ترك هاد الناس اللي راهم في الحراك يحاولوا هو انه يعاودوا يرجعوا للقضيه هذيك نتاع فتح مجالات للحوار. السلطه من الجنب نتاعها هي انها تخلي الناس تتظاهر بطرق سلميه، وهذا الناس اللي هما درك راهم مره على مره يلقاو هذه الفرص، هذه ما تعطيولهمش الفرص. الناس لابد انها تفيق، اخويا عندنا عالم وطني، فهمت، عالم وطني اللي يجمعنا. هذا الناس اللي راهم درك هما ما همش عندهم فكر وطني، عندهم راهم فكر اللي راهو هكذا نتاع منطقه. للاسف الشديد لازمكم انتم تفكروا بالتفكير الوطني. يا خويا تكلم، ادخل في حوار، تكلم على روحك. راه قال مثلا حوار في العاصمه ولا في اي منطقه في البلاد، الجزائر هذه راه ملك الجميع. لكن هو ان الانسان يهز شويه، يطلع شويه المستوى. قاعد انا جايب لي انا شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع، والناس كانها تتفاخر بهذاك السب وهذاك الطبلعيط وهذاك كذا. تتناقش الناس في اطر يعني، وتتحدث الناس في يعني في حوار هكذا. تقوم الناس باقتراحات، سواء تعلق الامر بالدستور، سواء تعلق الامر يعني بكل القطاعات. تقدم الناس اقتراحات، والان ويتواصل الناس في هذا الحراك. تتواصل، ما ممكنش يروح يجي في دارك وقعد، يبقى هو قوة نتاع اقتراح، يبقى هذا الحركة هذا قوة نتاع طرح، فهمت، ويبقى هو تبقى انت ذوق راك، قال راك انت ضد السلطة من حقك، ما تعترفش بالسلطة من حقك، ولكن في المقابل ما لازمش انت تدير روحك باللي الحركة هذا نتاعك، ماهوش نتاعك. كاين الناس اللي راهم دوركم في الحركة لازم هما يعاودوا يرجعوا ويرجعوا ب يعني تسمى يقدموا اقتراحات، يقدموا طرح. ما تخليوش هذا الفراغ، لانه هذا الفراغ هذا لما تخليه انت فيما بعد راكم تشوفوا. نهار اللي في التسعينات خلاو القضيه الحطاب وخلاوها العنتر الزوابري والزيتوني وكذا، راكم شفتوا النتيجه. نفس الشيء الان دون وادي نذكر الاسماء، راكم تعرفوهم بالواحد. لابد هو أن الناس تخرج، لابد هو أن تتفاعلوا مع هذ الناس اللي راهم يقدموا في اقتراحات، راهم يقدموا في آراء، لازمكم تعاونوهم، ماشي تقعد أنت تدعم في ناس، تدعم في الرداء أو تشتكي منها. تدعم في ناس اللي راهم دركوما ما عندهم لا أفكار ولا عندهم مشاريع ولا عندهم تصورات ولا عندهم حتى معلومات، يسرقوا في معلومات من الفيسبوك. وكاين الناس اللي هما منهم اللي راهم يتصلوا بهم قصد تاع التصفيه تاع الحسابات، يحرشوه كي الكلب هذا. قال يلا ها هو كاين واحد كولو، وهاك هاك كميه. والناس راها كانها تتغذى باللحم تاع الاخرين. عاونوا الناس اللي راهم عندهم افكار، عاونوا الناس اللي عندهم مشاريع،
عاونوا الناس اللي راهم هما يساهموا في خدمه البلاد. كيفاش انت تعاون في الناس اللي راها تسعى من اجل تقسيم البلاد؟ تعاون في الناس اللي راها تستعمل فيك وراها تركب على ظهرك وتردد في شعاراتها، وفيما بعد انت تشتكي. مثل هذاك الانسان اللي هو يزرع الوباء يديره ومن بعد يشتكي منه. تزرع الشوك واش راح تحصد؟ اتمنى هو ان راني افدتكم بهذه المداخله. ان اصبت فمن الله، وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.